سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير، اموركم هانيه؟ اش تتعودوا؟ غبرت عليكم شويه ضايله غير مع الوقت، كل نهار تيخرج لك في حاجه وصافي. مع العظيم بعض المرات عاوتاني ما تلقاي ما تصوري، يعني تتقولي بلاش بقى نحط في التخربيق. كانت شي حاجه زوينه نشاركها معكم، راه تنشاركها معكم ملي ما تيكون والو تنقولاش انا غير غتجي وغتحل الكاميرا راه ما جاتش. ايوا صافي البنات، اليوم غادي نشارك معكم شنو درت الروتين ديالي ديال اليوم. قولوا لي بعدا كي جاتكم هاد لابواط، هادي خديتها باش ندير فيها الماكله ديال المشيشات، عجبتني، بنت لي عمليه ضايلة، بنت لي عمليه. المهم صراحه تتهز لك كروكيت، كيف تشوفوا هاد الساشي، هاد الكروكيت راه تقريبا فيه 2 كيلو، دونك هزاتها وشاط الخير، يعني بقات فيها البلاصه مازال، يعني جو بونس تهز حتى 2.5-3 كيلو ديال الكروكيت. دونك هذا هو الكروكيت اللي قلت لكم البنات، قالت لي الطبيبه راه بامال، يعني راه مزيان بالنسبه للبيرلا، راه خديت لها منه 2 كيلو. درتو في هاد البوط، بغيت ندير لهم شي بواطه اللي نجمع ليهم فيها داك الشيء ديالهم كامل، ما نبقاش هنا كاين هادي وهنا كاين هادي وهنا كاين هادي، بغيت بواطه وحده نبدا نهزها ونحط فيها كل شيء. دونك لتحت درت لي كروكيت، الفوق درت لهم لي فريانديز ديالهم، وهادو الكروكيت اللي كانت قلت لكم ذوقتني منهم الطبيبه باش نجربهم البيرلا، راه عجبوها. دابا غير خاصهم يجيبوهم عند الفيتو وناخذهم من عندهم. المهم راه كلاتهم صراحه، بيرلا كلات هادوك وكلات هادو، بجوجهم عجبوها. سناو اللي عجبوها غير هادو ديال الطبيبه، ما عجبوهاش هذيك اونات الاولى. وهاد المربعات كيف تتشوفوا درت لهم فيهم بحال لي بونبون ديالهم، لي فريانديز ديالهم، كاينين هادوك الطوال وكاينين هاد الساشي هذا لورونج، حتى هو زويون تيموتو عليه. دونك هكا تيبقى الماكله ديالهم مجموعه، ملي تبغي تحط لهم الماكله تتهزي هكا لابواط كامله، تتجيبي حداك وتحط لهم كاع داكشي اللي بغيتي، ماشي الماكله هنا والبونبون هنا. ودرت هاد التويشيه هادي باش نبدا نهز لهم بها الماكله بلا ما نقيس بيديا. قولوا لي الراي ديالكم في هاد لابواط، والله الا عجبتني عمليه، انا بعدا لقيتها عمليه. ودابا البنات غادي ندوز لهاد مولاتي لاليتيغ، صراحه غفلت عليها هاد الايام، شحال هادي ما ضربت لها شخص لا وحكه، حيت المهم خويتها كامله لانه شريت لهم لاليتيغ جديده، وصراحه هاد لاليتيغ القديمه سيتي نول، كانت تخلي لي الريحه خايبه، يعني المشيشات ملي تيدخلوا تيديروا لو بيزوان ديالهم تتبقى لي الريحه خايبه. هادي اللي غندير دابايا فريمون لو توب البنات، وحق الله العظيم عتي ريحه الحامض مع طاطا، ملي تتحلي هكا لا ليتيغ تتعطيك ريحه الحامض، حمقاتني صراحه. يعني ما عرفتش علاش ما كنتش عارفاها من قبل. انا خديتها صراحه غير باغازاغ، يعني مول المحل ديال لانيمالغي هو اللي قال لي كاين هادي وكاين هادي وكاين هادي، المهم انا اختاريت هادي حيت هادي اللي لقيت فيها كونتيتي كبيره، الاخرين لقيت فيهم غير خنيشات صغار، قلت لي انا ما يكفيونيش كل ساعه تنبقى نبدل لهم لا ليتيغ، دونك ناخذ الكبيره. قلت لي واش هي مزيانه؟ قال لي وي، وفعلا صدقات. عاتي الريحه ما تتكونش نهائيا، ما عندي حتى ريحه خايبه، واخا تيدخلوا يديروا لي بوزوان ديالهم تيخرجوا ما تنشم حتى ريحه خايبه واعره. وملي تتحلي هكا هاد لا ليتيغ باش تنقيها، يعني هاد التواليت ديالهم باش تنقيها، تتشمي ريحه الحامض. كاين صافي البنات، دخلت هنا الحمام بعد ما خويتها، ضربت لها واحد الحكه وصلها بهذاك جافيل، داك جافيل درت منه غير نقيطه لانه تيرغوي بزاف وريحته مجهده، وغير درتو درت الفرفاره في الحمام لانه انا عندي الحساسيه خفت نزير، درت الفرفاره باش ما نبقاش نشم داك الريحه تحيد دغيا. ايوا صافي كيف تشوفوا ضربت لها واحد الحكه مزيانه لانه فريمون هملتها، صافي لونطو ما نطلع فحال هاد النوضه هادي. وشوفوا شحال ديال الوسخ تطلق، يعني مره تقريبا واحد على الاقل واحد مره في الشهر الواحد يحيدها يخويها كامله ينقيها، وحتى المشاش تيرتاحوا فيها فاش تتكون نقيه. بعض المرات بارفو راه غير ما تنحيدش لهم لي بيزوان ديالهم منها، واحد اليومين بحال هكاك ما تيبغوش يبقاو يدخلوا، عاد تنوض نجري تنقول ويلي الا ما نقيتهاش نوض نقيها لهم، عاد المشاش راه نقيين بزاف ما تيبغيوش يدخلوا لشي بلاصه تكون خانزه ولا موسخه.
صافي هنا من بعد ما ساليت دابا غادي نخليها تستقطر واحد شويه، ومن بعد خرجتها هكا لبرا وغادي نمسحها مزيان من الماء لانه ما خصش يبقى فيها حتى قطره ديال الماء، لان غادي ندير فيها لا ليتيغ وما خصش يقيسها الماء. صافي دابا غادي نمسحها وغادي نمشي ندير فيها لا ليتيغ الجديده. ديجا الاخرى القديمه راه سالات ليا وتهنيت منها صراحه، ما ليتيغ ما والو. ملي اكتشفت انا هذه الصراحه الاخرى راه كانت عيانه، زعما جربت شحال من وحده، راه ماشي غير هذه اللي كانت عندي قبل، راه شحال من مره تنشري من عند هذوك اللي تيبيعوا الماكله ديال المشاش، مره تناخذ من لي كونت سورفاس، كل مره تنجرب حاجه، ولكن هذه صراحه عجبتني، خصني نقلب عليها حتى هي في لي كونت سورفاس واش كاينه ولا لا، حتى انا ما لقيتهاش، عاد نرجع عاوتاني عند السيد ناخذها من عنده. هاي اللي قلت لكم البنات، يعني الناس اللي عندهم مشيشات غير خذوا هذه بعينكم مغمضين. شوفوا هنا سناو تجي تكتشف بنت لا ليتي اخوات ما فهمت والو. اه هادو كيفاش اش غيديروا؟ شفتم خواو لينا لا ليتي ما بقى والو هنايا، خاصها تكتشف الساشي شنو فيه. وعطي واحد البركاكه عندي هاد سنو، اما مسكينه بيرلا كاع ما تتسوق. هادي خصها تعرف كاع الدواسه. هاتو البنات وجاتني ثقيله، مع فيها 10 لتر تقريبا، عطي راه جاتني ثقيله راه وما كانش معايا شوف الدار اللي غادي يعاوني عليها. المهم قلبتها كامله هنايا ومع درت يعني قطعتها غير شويه باش تخرج غير شويه باش ما تغلبنيش. صافي حتى شفت لا كونتيتي اللي بغيت وغادي نحيدها، ولكن فريمون راه ثقيله حتى ما تتحرك ليا غير بزز. صافي دابا غنضرب واحد التشويفه للارض عاد نحطها ليهم في بلاصه نقيه. عرفتي فاش تنقى تتولي غزاله. صافي دابا باش ياخذوا راحتهم. هو عاد دابا غادي تجي لالا سناو باش تكتشف حتي اي حاجه خاصها تكتشفها. قلت لكم سناو برقاقه وعندها مع الضواصه. ما يمكنش شي حاجه تفلت ليها، تسمعي شي تقرقيبه ولا هذا تنط تشوف، خاصها تعرف شنو واقع في الدار. اما بيرات اللي كانت ناعسه صافي راسها تبقى ناعسه ما تنوضش لك حتى تسالي. شو دابا خاصها تكتشفها تشوف اشنو درت فيها وريحتها كيفاش ولات، حيت تبدلات عليها الريحه، شو كي تتشم فيها ولا بحال اللي خايفه منها، خاصها تجرب بعدا تخشي يديها وتشوف شنو واقع. عاد تقدر تغامر. هاتي قتلتني بالضحك. شوف كي تتخشي يديها وتتشوف واش لا ميم كونسيستانس ولا لا، داكشي اللي كان قبل هو ولا ماشي هو، عاد خاصها تزعم باش تدخل. ولكن راه تيرتاحوا فاش تكون لا ليتيغ ديالهم نقيه. وصافي هي دخلات اخيرا، عجبها الحال. وملي سالينا المهمه ديالنا دست الغدا ديالي، درت واحد الطويجين ديال الكفته بمطيشه تطيب ليا وغادي نزيد عليها بويضات، ودرت هاد السلطه هادي ديال الطوماط موزاريلا، هادي تيموت عليها هشام، هو لي شي يومين ثلاث ايام وتيقول لي ديريها ليا او صافي وانا نديرها ليه اليوم. المهم تتقطع غير مطيشات هكا دويورات والطرافي ديال الموزاريلا، وهنايا درت زيت العود وشويه ديال الربيع ومليحه وشويه البزار ولا زغب دو بروفونس اولا الزعتر الى عندكم،
وصافي تبدا تخويو هكا من فوق منها. عقلتوا البنات على دوك لي دوسو اللي شاركت معكم داك النهار شريتهم؟ يلا نبدا باش نصبنهم. كنت نصبنهم غير بيديا دغيا دغيا، ندوزهم هكا ونشرهم. ما نقدرش البنات نلبسهم انا من المحل يعني على الحميل، لا ضروري تنصب الحاجه عاد نقدر نلبسها. عاتيو المفاجاه انه هاد النواغ هذا لقيتو تيطلق. وتصوروا البنات دابا كان درتو مع الحوايج وكرفص لي الدنيا ما نعاودش ليكم. عرفتي والله حتى تيطلق بواحد الطريقه غريبه، ما صحابنيش انا غيطلق ليا زعما هاد لا كولور فحال هكا. ما عرفتش واش لا دوزيام فوا تصبني عاود يطلق ولا لا، يمكن غير المره الاولى. المهم حتى المره الثانيه خاصني نعاود نصبنو بيديا تنشوف واش غادي يعاود يطلق ولا لا. صافي درت ليه هكا غير صويبينه خفيفه وغندوز حتى للثاني حتى هو. باغ كونطخ هذا الغوز هذا لا، يعني ما لا كولور ديالو لاصقه ما تيطلقش. الحمد لله اللي ما تزرفتش ودرت الاخر في لا ماشين، وكانوا حوايج بيضين ولا شي حاجه، وكان راه خسر ليا الحوايج. صافي هكا تدويزه خفيفه. وبالنسبه للعشاء البنات غادي نشارك معكم واحد العشيوه سهله دغيا تتوجد وتتعجب الدراري الصغار وتتعجب حتى الكبار. المهم هنايا خديت طنجره صغيره درت فيها واحد البصله مشلضه، تقدروا تحكوا البصله الا بغيتوا تحكوها. المهم انا شللتها غير فحال هكا ودرت معاها قطيره ديال زيت العود. صافي غادي نخليها تهبط واحد شويه. والكفته البنات اللي درت معكم في الغداء خليت منها واحد طريفه هكا صغيور، غادي نسم به هاد لي بات ديالي. المهم حتى هو لحتو مع هاد البصله هادي وغنخليه يطيب معاها. صافي من بعد ما فكيتو حليت مزيان هذيك الكفته وطابت ليا، درت شويه ديال التحميره شويه ديال الخرقوم ثومه بودر شويه ديال البزار ومليحه، بغيتو ديرو كنور ديروه اللي تيبغيه، وشويه ديال سكينجبير. صافي وغادي نخلط هادشي كامل. ومن بعد درت طريف ديال المطيشه ديال الحك ولحت لي بات ديالي. صافي ومن بعد غادي نعمر عليهم الماء طايب، الماء الكافي اللي غادي يطيب ليا فيه لي بات، ونخليها حتى طيب على خاطرها. غير غطيو عليها بيان سور باش طيب ليكم دغيا دغيا، ما تاخذش وقت طويل. هنا زدت شويه ديال لي زارب دو بروفونس وغنغطي عليها. وصافي دابا هي وجدات، غادي نحضر الطبيصلات فاش غنحطها. وهكا نكون ساليت معكم الفلوق ديال اليوم، تنتمنى انه يكون عجبكم. وكيف العاده ما تنساونيش من لايكات الزويونين ديالكم، تنبغيكم بزاف بزاف بزاف. وبسلام عليكم.